احتفالا باليوبيل الخمسين لمؤتمر كارديو ايجيبت 2023، اقامت الجمعية المصرية للقلب واللي تم انشائها سنة 1974 احتفالية بحضور نخبة من كبار اطباء القلب في مصر والشرق الاوسط. وعلى هامش المؤتمر وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم افتتاح صرح كبير اسمه بيت القلب المصري التابع للجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو ثالث بيت قلب على مستوى العالم، وحيتم من خلاله تنظيم أنشطة للتعليم الطبي والتدريب لشباب الأطباء. الدور التعليمي والتدريبي اللي بتقوم به الجمعية أصبح جزء أساسي في تدريب كل المنتسبين لطب القلب، بمعنى أن كل واحد يتخصص في القلب هو يعلم تماما أن جزء من التدريب الخاص به وجزء من التعليم المستمر ليه هياخده من الجمعية المصرية لأمراض القلب. وده اللي خلانا نفكر في بناء هذا الصرح العظيم بيت القلب المصري، اللي هيتم فيه إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بالتعليم الطبي المستمر لكل أطباء القلب الشباب، مش بس في مصر بل في محيطها كمان العربي والإفريقي بإذن الله تعالى. هذا المؤتمر الحقيقة يعني حصاد علمي قوي جدا، يجمع يعني فيه الحقيقة أساتذة قلب مصر وأساتذة قلب العالم في مصر الحقيقة العريقة. كل ما وصل إليه العلم من تطور موجود في هذا المؤتمر، تدريبات على أعلى مستوى، ورش عمل تفخر بها مصر الحقيقة. والحقيقة احنا بنتكلم النهاردة الآن من بيت القلب المصري إحدى حصاد أو نتاج جهد جمعية القلب المصرية، وهو البيت الثالث للقلب على مستوى العالم، وسيكون مقرا ومركزا للتدريبات والورش العمل والمؤتمرات فيما هو قادم إن شاء الله، فخر مصر كلها. أنا بشكر جدا أقسام القلب في القوات المسلحة، بشكر جدا أكاديمية الطبية العسكرية على هذا المؤتمر المبهر. الحقيقة احنا لنا الفخر ويعني والشرف العظيم أني هذا المؤتمر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وده تكريم لطب القلب المصري، تكريم للجمعية المصرية لأمراض القلب. جلسات لا محدودة، جمعيات العالم كلها تحت سقف مصر، شباب العالم حتى أطباء. النهاردة كنت بناقش باحثين من كل أنحاء العالم، فخورين بيهم جدا، بناقش أبحاث جديدة. طبيب في الأماكن البعيدة بالذات اللي هم أطباء القلب اللي في الصعيد أو في المناطق النائية، مهم قوي إن احنا نوصل لهم، وإزاي نعمل كورسات معينة للتدريب على الطرق المختلفة للعلاج والتشخيص، وإزاي الهدف الرئيسي بتاعنا هو المريض المصري، وإزاي نعالجه بأحسن الطرق وأحسن طرق العلاج. الحاجة اللي أنا عايز أقولها من الأهداف التانية اللي هي التوعية، ودي اللي احنا مستمرين كنا فيها وعايزين نكمل عليها الحملات لها علاقة بالتوعية ضد المشاكل اللي بتحصل لأمراض القلب. الحقيقة احنا عندنا انتشار لعادات سيئة جدا ممكن تؤدي في الآخر إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب في مصر، أهمها وأولى التدخين بالنسبة للشباب، وعندنا كمان السمنة بالنسبة للسيدات. العاملون دول الحقيقة بيزودوا فرص أمراض القلب، بيزودوا نسبة ارتفاع ضغط الدم، بيزودوا نسبة السكر. كل الحاجات دي حضرتك عارف انها بتأثر على شرايين القلب، بتأثر على عضلة القلب، بتؤدي الى الإصابة بأمراض القلب. وفي الآخر احنا بنحاول ان احنا لو حاربنا الضغط العالي، لو حاربنا التدخين، لو قللنا الوزن، كل ده في الآخر بيحسن من صحة أمراض القلب في مصر. الجمعية المصرية للقلب بتقوم بتنظيم أنشطة علمية متعددة بهدف الارتقاء بمستوى طبيب القلب المصري وخلق كوادر من شباب الأطباء يواكب أحدث ما توصل ليه العلم في أمراض القلب وجراحته. أما بالنسبة لمؤتمر كارديو إيجيبت فهو يعتبر المؤتمر الرئيسي للجمعية، وبينعقد بشكل سنوي في الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وبيعتبر من أهم أنشطة الجمعية. وبكل تأكيد لما نتكلم عن كارديو إيجيبت لازم نكون عارفين انه حدث ضخم جدا، وانه مدرج على خريطة مؤتمرات امراض القلب العالمية، وبيحضروا سنويا عدد بيتراوح من 5-6 آلاف طبيب امراض قلب وبطنة ورعاية مركزية لتبادل الخبرات ومعرفة احدث طرق العلاج لامراض القلب وانسداد الشرايين وطرق الوقاية منها. مصطفى الشيمي، حقائق واسرار.